بسم الله الرحمن الرحيم. تو خشينا المام من جوا نديروا برمجة بس في المام المكتب الرئيسي. الفرع الرئيسي اول حاجه بنوريكم الاجهزه المعمليه اللي نخدموا بيها هنا في المعمل. اول حاجه نبدا بقسم السكر. الجهاز اللي نخدموا بيه هنا في الفرع الرئيسي جهاز الاي كي اف من الشركه الالمانيه. انا الاي كي اف من الشركه الالمانيه. طبعا الوقت بتاع العينه ياخذ 20 ثانيه من خدمه العينه. تمام. طبعا اكيد حتسالوا ان ليش يعطوا في مواعيد للمستعجل 10 دقائق او بعيد. طبعا في لود في الزحمه ما نقدرش نطلع نتائج الا انا متاكد منه بذلك ياخذ وقت. تمام. هذا اول قسم في المختبر. هذا ثاني قسم في معنى قسم الميتولوجي. طبعا التحليل اللي قمنا فيه تحليل اسمه نملك جهاز سيلتك الفا من شركه انكودين اليابانيه. تمام. طبعا هذا الجهاز في حالة إن مثلاً خدمنا في عينة وطلعت قراءة ماش في النورمال مثلاً، الهيموغلوبين نازل بكل، الصفائح الدموية نازلة بكل، الار بي سي نازل، دبليو بي سي نازل، نتيجة حاسة يعني ماش طبيعية. أنت طبعاً الجهاز الثاني اللي هو سمو فيه الجهاز 5 بارت حتى هو من سيلتاك ألفا من شركة نيونكودين اليابانية. شو كنت تضمن إنك أنت طلعت نتيجة للمريض يعني واثق ومتأكد منه. نجول القسم الثاني هو قسم السيوله. سيوله الدم نقوم فيها جهاز الكواترون اكس شركه المانيه. طبعا نضمن تحليل نتاع البي تي والاي بي تي تي فايبرونجين واللوباس انتي كواجلانت مجموعه تحاليل اخرى. تمام. هذا الجهاز. القسم اللي هو قسم الايزا في المختبر. اول حاجه نضمن فيتامين د من شركه ايرميون الالمانيه. تمام. بكتيرة المائده شركه ايرميون اليابانيه الالمانيه. سامحوني اسف. تمام. ناخذ مريض في الاكسبيريا نوعين اللي هو الاي جي جي والاي جي ام اللي سابق القديمه والحديثه. فيضمن السيرولوجي الايزا اللي هو الاتش اي في والبي والسي. تمام. هذه ايرد الايزا هنا. نجو هنا الرابع قسم في المعمل. طبعا قسم الهرمون. اول حاجه اول جهاز هو معروف جدا ناخذ عليه جهاز الكوباس 411. تمام. هذا جهاز الهرمونات. عندنا طبعا في المعمل هنا جهازين كوباس 411 بحيث ان العينه دائما تنقل المره لتاكيد انها تكون فيها مرتين. تمام. عندنا جهاز ثاني في قسم الهرمون هو جهاز الارتيتك من شركه ابوت الامريكيه. تمام. هذا الجهاز الثالث في الهرمون. وعندنا جهاز اخر الجهاز الرابع في الهرمون يسموه فيه ايا 2000 شركه توسو الياباني. تمام. هذا ما يخص ايه الهرمون او قسم الهرمون. نجول القسم الاخير في المختبر هو قسم البايو كيمستري. طبعا عرفتكم بالاجهزه في المختبر. نبدا بجهاز كابيلاري 3 تيرا من شركه سيبيا الفرنسيه. طبعا الجهاز الرقم يخدم في الاتش بي اي 1 سي، يخدم في الهيموجلوبين الكتروفوليسز، ويخدم في البروتين الكتروفوليسز اللي هي فصل الدم بالعزل الكهربائي. تمام. طبعا البروتين الكتروفوليسز والهيموجلوبين الكتروفوليسز اللي كنا ندوزو فيه العينات يعني لفرنسا. بفضل الله الحمد لله وفرناه هنا في المعمل، وفرنا جهاز نخدمو هنا في ليبيا، ووفرنا حاجات واجد للناس. تمام. نجيو لجهاز ثاني كابينة تو تيرا حتى هو من شركة سيبيا سيبيا الفرنسية. جهاز اتش بي ام 1 سي يخدم في الجهاز يخدم في السكر التراكمي. تمام. نجيو هنا طبعا الجهاز الاخر اللي هو جهاز فوجي فيلم شركة المانية اللي هو يخدم في نقول احنا دراي بايو كيمستري الكيمياء الجافة. تمام. نجيو للجهاز الاخر اللي هو الدايسترو يخدم في املاح الدم. الدايسترو شركة ارجنتينية. تمام. يخدم في املاح الدم اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد. نجول الباقي الاجهزه في قسم البايو. هذا جهاز الارتيتك شركه امريكيه. تمام. نجول الجهازين اللي قرات حتى عندنا شركه امريكيه البايوراد دي 10 يخدم في الاتش بي 1 سي، وهذا البايوراد دي 100 حتى يخدم في سكر تراكم الاتش بي اي 1 سي. تمام. نجول الجهاز الثاني هو كوباس انتجرا 400 بلس يخدم جميع التحاليل البايو كيمستري. ضمن وظائف الكلى، وظائف الكبد، الدهون، النقرس، الالبومين، المغنيسيوم الى اخره. نجول للجهاز الاخر في قسم البايو هو جهاز البايو سيستم بي اي 400 شركه اسبانيه تخدم بجميع تحاليل البايو كيمستري. تمام. نجول للجهاز الاخير هنا جهاز البايوليز 13 اي شركه يابانيه. تمام. يخدم حتى هو في جميع انواع تحاليل البايو كيمستري. هذا ما يخص الأجهزة الموجودة في مكتب الرازي في الفرع الرئيسي.